معانا الدكتور يوسف جمعة سلامة، خطيب المسجد الأقصى. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بكم، وتحياتنا حياكم الله. لأهلنا في القدس، تحياتنا ليكم هناك. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بيك. قل لي، شايف التصريحات والقرارات المرتقبة فيما يخص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ده وقعوا عليكم إيه يا فندم هناك في القدس وفي المسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأنباء الواردة بشأن نية الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، نقول بصوت يجب أن يسمعه الجميع القريب والبعيد بأن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك هو قلب المدينة المقدسة، وهو خط أحمر بالنسبة للمسلمين، لملياري مسلم من طنجة إلى جاكرتا، لأنه لا قيمة لفلسطين بدون القدس، ولا قيمة للمدينة المقدسة بدون المسجد الأقصى المبارك. إن الرئيس الأمريكي يحاول اللعب بالنار بادعائه الكاذب أن القدس عاصمة لإسرائيل، وبخطوته هذه فيجب أن يعلم علم اليقين بأن المنطقة التي تقف على فوهة بركان لن يكون فيها استقرار بعد اليوم، لأن هذا القرار الظالم الأحمق يؤجج لصراح ديني، مبينا أن ترامب غاب عنه أن مدينة القدس هي حق لملياري مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يجوز له أن يتجاوز الخط التاريخي والعقدي للمدينة المقدسة. إن مدينة القدس هي جنة الله في الأرض، كما قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هذه المدينة كما قال المفسرون هي المدينة المقدسة، هي البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي شهدت عقد قمة حضرها جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد عليه السلام يوم أمهم في المسجد الأقصى المبارك في ليلة الإسراء والمعراج، ومن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة سيعلن إسرافيل الملك العظيم عن قيام الساعة، كما قال تعالى في سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن كثير في تفسيره: المنادي هو إسرافيل عليه السلام، والمكان القريب هي صخرة بيت المقدس. لقد أراد الله من فوق سبع سماوات أن يجعل الأقصى. أنا عايز أعرف، طبعا إحنا دلوقتي بنتابع الأخبار القادمة من البيت الأبيض، وبالتأكيد أنتم تتابعونها قبل الجميع. قل لي ردة الفعل عندكم كيف هي الآن في القدس بعد هذا القرار الوشيك أو المنتظر؟ الحقيقة أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وجميع الفصائل أعلنت عن تنظيم وقفة جماهيرية يوم غد الأربعاء في المدينة المقدسة وفي كافة الأراضي الفلسطينية ضد هذا القرار الجائر. ونحن نقول أن الأوان للأمتين العربية من المحيط إلى الخليج والإسلامية من طنجة إلى جاكرتا يحولوا دون تنفيذ هذا القرار الجائر، لأن أمريكا إذا قامت فعلا بنقل سفارتها إلى القدس فهي تقول أنه لا مكان للدولة الفلسطينية وحق للعرب والمسلمين في المدينة المقدسة، وهذا يخالف القوانين الوضعية وقرارات الأمم المتحدة واليونسكو التي تقول بأن القدس مدينة محتلة، وأن قرار اليونسكو الأخير قبل 3 أشهر بأن الأقصى من كل المسلمين وليس لغير المسلمين حق فيه. قرارنا نحن، ما هو موقفنا؟ موقفنا يقول بأن مدينة القدس هي مدينة فلسطينية عربية إسلامية يعيش فيها المسلمون والمسيحيون
منذ العهدة العمرية إخوة فيها، وأن الله عز وجل قد جعل المدينة المقدسة توأما لمكة المكرمة، كما جعل الأقصى توأما شقيقا للمسجد الحرام. فقرارنا وحقنا هو في قرار الإلهي، وأما قرار ترامب فهو قرار باطل لا قيمة له. فالقدس محتلة والفلسطينيون ثابتون فوق أرضهم، ونحن نتطلع إلى أوسع تحرك شعبي وسياسي وإعلامي رفضا لخطوات ترامب. ونحن نناشد أبناء أمتنا العربية والمقتدية، هذه الدول التي وقفت دائما مع فلسطين وقدمت طوافر الشهداء من أجل فلسطين، نقول لهم إن أشقائكم في فلسطين بدينهم متمسكون وعن عقيدتهم مدافعون، وأنتم رأيتموهم في شهر يوليو الماضي قبل 5 شهور أو 4 عندما تصدوا للإجراءات الإسرائيلية لنصب الكاميرات الخفية والبوابات الإلكترونية، وكيف أجبروا سلطات الاحتلال على إزالتها. نقول القدس والأقصى دونها كل غال ونفيس، وأن يسمح الفلسطينيون بتنفيذ هذا القرار الإجرامي الباطل من أكبر دولة استعمارية في العالم، لأن فلسطين والقدس قد لفظت المحتلين عبر التاريخ وستلفظ هذا المحتل. وإن الضعيف لن يبقى ضعيفا والقوي لن يبقى قويا، فالتطار الذين أهلكوا الحرث والنسل وقتلوا خليفة في بغداد يوم احتلوا بغداد عاصمة الخلافة يومئذ كانت نهايتهم في فلسطين في حين جلود على يد القائد البطل قدس والظاهر ببرص الذين جاءوا من أرض الكنانة لينصروا أشقائهم في فلسطين، فهزموا التتار شر هزيمة. والصليبيون الذين أهلكوا الحرث والنسل وحاتوا في الأرض فسادا واحتلوا الشرق والغرب كانت نهايتهم في حطين في فلسطين. والنبيون الذي احتل المشرق والمغرب وشمال أفريقيا وبلاد الشام يوم حاول بسط احتلاله على فلسطين وقف عاجزا وفاشلا أمام أسوار حتى وألقى بقبعته من فوق أسوارها بعد أن فشل في احتلالها. فالقدس كانت وما زالت وستبقى مقبرة لكل الطغاة. نحن لن نستكين لهذا القرار الظالم، بالعكس هذا القرار عاد الوحدة إلى شعبنا وتلاحم القيادة مع الشعب وجميع الفصائل في خندق واحد، ومعنا كل أحبابنا في مصر الكنانة وفي بلاد الشام والخليج والمغرب العربي لندافع عن المدينة المقدسة، عن مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. أشكرك شكرا جزيلا وربنا ينصر إن شاء الله إخواتنا في القدس. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى.